سعود بن عبد الرحمن هنا في الوكرة. النتيجة حتى الآن تذهب لمصلحة الوكرة أصحاب الضيافة. وخلنا نكمل كرة بمكان في مكان حلو وجول. نشأة أكرم صاحب الكرم في الدقيقة 66 ينتعش البرازيل سيد ماركوس باكيتا وتنتعش الجماهير الغرافية. إذا يقلص نشأة أكرم النتيجة الآن بهدف ثاني لمصلحة الغرافة. شوف كرة عرضية كانت مرتبكة وبعد ذلك بعد الارتباك أتت الكرة حقيقة للاعب نشأة أكرم ونشأت في المرمى في مرمى محمد ديناس، وبالتالي ثاني الأهداف الغرافية على مستوى اللقاء. 2 الغرافة. الوكرة يبحث عن هدف جديد النجم الكبير من جديد نشأة أكرم ناحية العكسية. هدف أول محمد ناس وأكاد يسجل. نعم في غفلة من الدفاع. نعم الدفاع في حالة نيام ولكن تمريرة الموسيقار موسيقار الغرب يدندن. أيوة بيدندن على العود ويعزف معزوفة جميلة جدا ويقلب الصفحة تماما ويوجه تمريرة ولا أروع إلى هاكان يكين في غفلة وفي فوضى وفي حالة من التوهان لدفاع نادي الوكرة. يسجل هاكان يكين بعد 10 دقائق من البداية أول أهداف اللقاء. هنا السويسري هاكان يكين التركي الأصل السويسري الجنسية يسجل النجم الكبير 4 أهداف هذا الموسم ويحرز أول أهداف اللقاء.